إغلاق المجرى الملاحي لنهر النيل في أسوان بننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل ننشر تفاصيل القانون الصادر ضد جماعة الإخوان بأمر من الرئيس السيسي، وننشر تفاصيل حول المدينة التابعة للجيش المصري بعد أن افتتحها الرئيس السيسي. ووزير الري المصري الأسبق يفجر مفاجأة، كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر. وعاجل الداخلية المصرية تغير مسمى السجون، ومصر تستمر في رفع درجة الاستعداد القصوى لنهر النيل. بننشر ليكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل ننشر تفاصيل القانون الصادر ضد جماعة الإخوان بأمر من الرئيس السيسي. نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. نصت المادة 3 من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة. تصر أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملون بشركات القطاع العام والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية. الأسباب التي دعت لتعديل قانون رقم 10 لسنة 72 جاءت بشأن الفصل بغير طريق التأديب للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة 237 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، كما يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها واستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمات بأعلى جودة للمواطن المصري. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وننشر تفاصيل حول المدينة التابعة للجيش المصري بعد أن افتتحها الرئيس السيسي. نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة في مدينة السادات شركة سايلو التابعة للجيش المصري. وسائل الإعلام قالت إن المدينة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها لخدمة العديد من الملفات. وتعتبر سايلو فودز أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة والتي تعمل بشكل متكامل، حيث روعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يتم الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها سايلو فودز. واهتمت إدارة المشروع على أن تعمل المدينة إلكترونيا بشكل شبه كامل مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح بعد طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية بمصانعها الأربعة، وهي مصانع البسكويت والمكرونة والمخبوزات
إضافة لتواجد مطحن للدقيق وآخر لتخزين القمح، إلى جانب مصنع لمنتجات ومستلزمات التغليف. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ووزير الري المصري السابق يفجر مفاجأة: كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر. أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر، شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول ملء السد. وفي تصريح لقناة الحدث اليوم المصرية قال علام: يجب التوصل لاتفاق قانوني يضمن لمصر تفريغ المياه المحتجزة في السد حال وجود ندرة في الأمطار بدول المصب. وأضاف أن ادعاء إثيوبيا بتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه كاذب. أشار أن تصريحات إثيوبيا بشأن كمية المياه التي خزنتها في السد ليس إلا للاستهلاك المحلي، وتابع أن سد إثيوبيا هو عبارة عن جنب أيمن وأيسر وبينهما ممر أوسط لم يكتمل. ولفت إلى أن هناك معلومات دقيقة تؤكد أن كميات المياه التي خزنتها إثيوبيا وصلت ل 7.5 مليار متر مكعب، وأكد أن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة مخصومة من حصة مصر. مصدر معانا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل: الداخلية المصرية تغير مسمى السجون. قررت وزارة الداخلية المصرية التخلي عن مسمى السجون مع تغييره إلى الحماية المجتمعية، وفق ما أفادت صحيفة المصري اليوم. وقالت الصحيفة أن وزارة الداخلية بدأت تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك في كافة قطاعات وإدارات الأمن. وأوضحت المصري اليوم أن العملية بدأت بعد حركة الشرطة 2021 التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي اتسمت بتصعيد قيادات الوسطى لتولي المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمني. الصحيفة أشارت إلى أن من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتحول مسمى السجين إلى نزيل. واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض بما يتماشى مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية. كما أظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات، منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة. مصدر معانا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وإغلاق المجرى الملاحي لنهر النيل في أسوان. وقررت هيئة النقل النهري إغلاق المجرى الملاحي لنهر النيل ووقف حركة البواخر السياحية في أسوان بسبب الطقس السيء، وذلك بسبب حجب الرؤية. كما أغلقت إدارة المرور طريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة وطريق أبو سمبل الدولي، وذلك خلال فترات انعدام الرؤية على الطريق. شهدت محافظة أسوان شبورة ترابية غطت سماء المحافظة وحجبت أشعة الشمس وغطت الرؤية تماما على الطرق الصحراوية. وتحذر محافظة أسوان قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق السريع نظرا لظروف الطقس السيئة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الآخر خبر معانا، ومصر تستمر في رفع درجة الاستعداد القصوى لنهر النيل. وأعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن مصر تستمر في درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات. وشدد عبد العاطي على الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها.
وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. وأشار وزير الموارد المائية والري أن غسيل حوض النيل والمجاري المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجاري ولمدة شهر، ووجه بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية. كما وجه بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حاليا على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ. مصدر معنا كامل المصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، متقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.